حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. حلقة اليوم راح نحكي بها عن مسرحية كوميدية تديرها الولايات المتحدة الأمريكية. هي المخرج بطلها الاحتلال الصهيوني في فلسطين العربية المحتلة، والكومبارس اللي هم الحكومة أو ما تسمي نفسها بحكومة المنطقة الخضراء في بغداد. تابعونا بعد الفاصل. دولة جارة مسلمة صبرت على العراق. القانون الدولي يقول لها روحي أخذي تعويضات على الحرب العراقية الإيرانية 1,100 مليار دولار. على العراق أن يدفع 1,100 مليار دولار إلى الجمهورية الإسلامية تعويضات عن الحرب. الإمام إذا يقول حرب حرب، الإمام إذا يقول صلح صلح، نعم نحن مع الإمام. شو تريدون تقولون؟ هل هو تطبيق لشعار إيران برا برا؟ على العراق أن يدفع. على العراق أن يدفع، هاي آخر كلمة كانت موجودة بالبرومو. يعني هو زعلان لأنه الشعب العراقي يقول إيران برا برا. أحب أقول له إيران يعني بيش فادت للعراق أو ايش فادت العراق؟ من يوم يومها هي مصايب على العراق وبل وسودة على رؤوس العراق والعراقيين. المهم عندنا مسرحية كوميدية، والله ما أقدر أجد لها أي عنوان. المسرحية لها مخرج أمريكي موجود في واشنطن. بطل هاي المسرحية واحد صهيوني اللي هو نتنياهو، وايضا اكو بها كومبارس اللي هم عادل عبد المهدي وبرهم صالح ومحمد حلبوسي وباقي الكتل السياسيه، ومن يسمون نفسهم سياسيين بالعراق وفرحانين بروحهم ويدعون السياده، وزعلوا لما تركيا كانت موجوده في شمال العراق تدرب القوات العراقية بالاتفاق مع الحكومة العراقية مثل ما أثبتت الأوراق والاتفاقيات، لكن هم قاموا يغنون ويصيحون السيادة وحجت السيادة وقالت السيادة والسيادة خط أحمر. بس أردفتها ما هي السيادة بس موجودة ويا دول وباقي الدول ما موجودة هاي السيادة، يعني ويا إيران السيادة أنه تكون إيران تتدخل وتدوس على رؤوسهم، ويا أمريكا أنه أمريكا تتدخل وتدوس على رؤوسهم، وهمينا الاحتلال الصهيوني يجي زمن يقصف العراق والعراق يخاف يحكي. يعني بأمرلي معسكر أمرلي صار اكو قصف، طلعت الحكومة العراقية او المتحدث باسم الحكومة العراقية او عادل عبد المهدي او المتحدث باسم الميليشيات او الحشد او من ومن طلع بالعراق قال تفجير صاروخ احترق وماتوا بيه كم واحد وياهم قائد ايراني بالحرس الثوري الايراني. لكن صحيفه صهيونيه بالاحتلال الصهيوني فلسطين قالت لا، حتى نتنياهو اخذ العمليه بدعايته الانتخابيه طبعا فرحان، اجى الوقت اللي يقصف في العراق وما عاد يحكي وياه، اصلا العراقيين خايفين، مو العراقيين الحكومه، فاكيد ياخذها حمله انتخابيه. يقول لهم شوفوا ما وصلتكم، قمنا نطير ونقصف في العراق ونرجع ما حد يحكي. دا يردون الدين مال 90 مال 39 صاروخ. وهسه اكو قصف ثاني بمعسكر اشرف اللي سموه ابو منتظر المحمدي، وهم انا قالوا اكثر من روايه، وطلعت صحيفه يديعوت احرنوت الصهيونيه وقالت لا هاي مو تفجير ولا خلل ولا تماس ولا اي شيء، هاي طياره صهيونيه F-35 طارت من فلسطين وصلت لدياله على حدود ايران، قصفت المعسكر ورجعت ونجحت بالعمليه. السؤال هنا عادل عبد المهدي وين؟ شو ساكت؟ اكو وحده همينة كانت تغرد بالسيادة وحجت السيادة على قنوات التلفزيون لسانها هالطول، حنان الفتلاوي وين؟ مستشارة شؤون المرأة
للسيد عادل عبد المهدي. السياسيين العراقيين ماكو، الكتلة العراقية ماكو، لا سائرون ولا الحكمة ولا الائتلاف ولا دولة القانون ولا نور المالكي ولا فالح الفياض ولا بهم زلمة قدر يطلع راسه، كلها زينت شواربها وختلت. السؤال هنا ليش لا تسكت حكومة عادل عبد المهدي؟ وليش خايفة تحكي؟ ومن منو خايفة؟ خايفة من إيران؟ إيران قالتها سكتي؟ لو خايفة من أمريكا لا تهجم بيوتهم ورا ما هي جابتهم وتعرف أن ولية نعمتهم أمريكا مو بس إيران؟ لو خايفين من الكيان الصهيوني؟ وليش الحشد همينه يتكتم على الموضوع؟ ليش ما يطلع واحد يقول اللي صار؟ ليش ما يقول انقصفنا؟ ليش ما يقول اجت طيارة قصفت وطلعت؟ عمي خلي يقول طيارة وما نعرف من وزرها، أفضل ما يكذب. لو فوق القهر طيارة مسيارة يعني ماكو رادار ما يكشفها. الطائرة F-35 عفوها، بس التفجير مال الأمر لطيارة مسيارة. قصة قالت طيارة مسيرة مجهولة المصدر، قصة قالت هاي طيارة أمريكية بالغلط، قصة قالت تفجير صاروخ أو احتراق صاروخ داخل المعسكر، ما أدري شلون احترق الصاروخ. واحد دا يدخن جيجارة وشمرها يم الصاروخ واحترق، ما أعرف الرواية العراقية هاي شلون جابوها أصلا. وهسه طيارة F-35، أوكي العراق ما عنده دفاعات جوية ضد F-35، بس مو معناها ما يحكي، مو معناها يكذب على الناس، لأنه حبل الكذب بهالوقت اللي احنا بيه بال 2019 مو قصير، مدته دقيقة. لأنه عاد عبد المهدي من يكذب فالح الفياض والحشد وغيره 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 ويقول أنه احتراق أو تماس كهربائي، أكو ناس بدقمة كبسة أصبع واحدة صار كل العالم وكلها شافته. احنا ما ظلينا بذاك الوقت اللي ما كان اكو بيه الانترنت وكان العالم مو قرية صغيرة من دخلت عليه الشبكة العنكبوتية، بحيث انه لما يطلع بيان صحفي بقناة من القنوات باي دولة بالعالم، القناة اللي بصفها ما تسمع هاي التلفزيون جدي يحكي الا اذا فتحت الفضائية ونشروها على الفضائية ما ذيك الدولة والفضائية اللي تتبع ذيك الدولة بالثمانينات وقبلها وحتى التسعينات كانت تبث اللي تقول الدولة التابعة لها هاي الفضائية، فأكيد ما راح نعرف. فلما يقولون انه اكو حريق الكل راح تصدق، لانه ما اكو واحد راح يبث. حتى لو كان اكو دولتين مضادات وهاي الدولة قالت انا قصفت وهاي الدولة قالت لا احترق شيء، اهل هاي الدولة ما راح يعرفون اللي صار لانه ما سمعوا هاي القناة، وأهل هاي الدولة ما يعرفون دول ايش قالوا لو ما سمعوا هاي القناة، فيمكن نصدق. بس بهالوقت تشذبون هاي الشذبة ليش؟ ليش الحشد يسكت؟ زين انتوا لما قلتوا حريق، اوكي حريق، اكو لجنة تشكلت للتحقيق بالموضوع، ليش منعت من دخول المعسكر؟ هذا ما تتوقعون انه راح يخلينا نسأل ألف سؤال؟ ابو عمر من السليمانية ويانا. السلام عليكم استاذ عسل. عليك السلام والرحمه والاكرام. استاذ عسل انت بالبدايه ذكرت قلت مسرحيه، يعني من يا ناحيه اريد افهمها مسرحيه كوميديه، مسرحيه سياسيه كوميديه. والله استاذ اري تقلي سياسيه كوميديه، بالسياسه يقول عدو العدو صديقي، اني الفارسي المجوسي صح اليهودي عدوي، أنا ما أقول لك مو عدوي، خاف واحد يقول يمدح بي أبو عمر، لكن الفارس المجوسي وكثير من أبناء الوطن حذاء اليهودي أشرف من عندهم، زين اللي قاموا به بالعراق هذول الفرس المجوس وأبناء الوطن خلي يكون معلم الجميع أقذر مما قاموا به اليهود، تاريخ هذا اليهود 70 سنة. شوف دول 16 سنة 16 14 15 16 سنة سووا وش ما سووا، نعم الاحتلال الامريكي سبب، انا ما اقول لك لا، سبب
دمار العراق هو الاحتلال الامريكي، بس من يتحمل مسؤوليته؟ يتحمل مسؤوليته بوش العرعن، ويتحمل مسؤوليتها اوباما المنافق الخبيث. انا اقول لك يا صريح العباره، احنا بالسياسه يقول عدو العدوي صديقي، انت من عندك من ابن الوطن يخلصك من هاي الاحتلالات؟ انت تقدر تخلص؟ عندنا واحد يخلص من ايران؟ ما عندنا. ابن الوطن هو اللي يدافع عن ايران، ابن الوطن هو اللي يضحي بحياته وبماله وبعرضه من اجل ايران، لانه تربط عقيده دينيه. احنا ايش عندنا؟ احنا الدول العربيه كلها تعبانه استاذ، مو صاحبه قرار ولا وحده قرار ولا عنده تكنولوجيا ولا عسكريه. تشوف انت في الخليج جايبه حشود، حشود عظيمه جايه، هذا كله نتيجه اتفاقيه اللي جرت بالرياض 2017 استاذ عفل. هاي ما تجي اعتباطا، زين مو بيوم وليله تجي، هاي يحتاج لها فتره وقت دراسه، اتفاقيات طبعا يكون لها اسباب، طبعا يكون لها تنازلات، طبعا يكون لها اموال تخسرها، ما يجي واحد يدق الاعتبار بعيونه. فاحنا اذا اليوم الضربه صارت على معسكر عملي او معسكر اشرف لعنه الله عليهم، والله انا اقول لبنيامين نتنياهو عاشر في ايدك، لانه ما عندنا حد يدافع عنه. انت يعني اذا انت دمر عدوي اللي هو جيراني، والله شنو جمهوريه الدجال الاحمر؟ هذه لعنه الله عليهم. انت تدري الافعال الخبيثه اللي سووها في العراق سووا؟ انا يجون يقتلوني لانه ابني اسمه عمر؟ تقبل انت؟ 70 واحد انقتلوا يوم واحد، زين اسمهم عمر. منظمات الدوليه وثقتها استاذ افل، خلينا نكون واقعيين وصريحين. انت نجي تدافع، والله شنو مقتدى بطل قومي بطل وطني مقتدى ب 2006 قتل عشرات الالاف من اهل السنه، نوري ذبح نوري، هذا تقولون من عشيره المهدي، ذبح مئات الالاف من اهل السنه. اليوم ابو عمر انا بس ارد اقتبس كلمه من اللي انت قلت عدو عدوي صديقي، اوكي تمام، انا اتفق وياك بهاي المقوله، معروفه عند كل دول العالم انه عدو العدو صديق، وعدو صديقي عدوي همينه. ايران مو صديقة المنطقة الخضراء أو سياسيين العراق أو ما يسمون نفسهم سياسيين العراق، الكتل السياسية بسنتهم بشيعتهم بيزيديهم وكرديهم بكل طوائفهم. زين، مو إيران كانت تهدد أنه هي راح تمحي ما يسمى بدولة إسرائيل من الخريطة؟ زين، مو هاي عدو إيران وإيران صديقتهم، ليش مو عدو العراق همينه؟ ليش يخافوا منه؟ هذا الكلام كان مجرد شعارات. هذا الظاهر ذولا عندهم تفسيرين، ما عندك معلومات عنهم، هذولا بالظاهر تفسير وبالباطن تفسير. هم بنفسهم يعترفون حتى بالعقيده اللي ماسوها الدينيه مالتهم، يقول بالظاهر شكل تؤمن بالله بس بالباطن انت تكفر بالله، بالباطن باطنيا انت الحق. هم يعتبرونها بالظاهر مسلمين، لكن طلع عادي عادي عادي، هذا من عندهم وبيهم كمال الحيدري، قال هاي العقيده مالتنا، احنا نعتبر اهل السنه بالظاهر مسلمين لكن بالباطن هم كفار، هم كفار. احنا لهم واكو جماعه كثيرين الان يقولون احنا ظاهرا وباطنا كفار، فهم يؤمنون على اساس انه يكشفرون يضحكون على اتباعهم يقولون لهم والله اسرائيل عدوتنا. نعم، الى حد اوباما هم كانوا على اتفاق، لكن من اجى دونالد ترامب ملك سلمان كحق له قال له تعال تدري 400 مليار 500 مليار اتفاقيات استراتيجيه مو مشكله، تعال اعتراف باسرائيل اقتصاديا وسياسيا بس دون الاعتراف بالقدس. القدس الشرقيه للفلسطينيين مسلمين ومسيحيين، تعال مو مشكله. فالحشود الجايه هاي ما تلعب، احنا الحشود الاولى اللي جت احتلت العراق ترى تدخل ضمن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم توشكوا ان تتداعى عليكم الامم كما تتداعى الاكل. نعم. اما هذه الحشود البدايه قسما بالله هي بدايه الحشود لرايات صليبيه لنصره المسلمين، رايات الصليب حديث الرسول المن تنصر؟ تنصر اليهود؟ ما هم وبعضهم اولياء وبعضهم بالقران موجوده، المن تنصرنا؟ انا هذا اللي يجي الصباح عري شرفي يجي يعتدي على زوجتي، وانتم بنفسكم تطلعوا قنواتكم، هذا شنو امدح فيه؟ انا شنو هذا اخويا؟ والله شنو ما يخالف خلي يكون والله من نفس الوطن ومن نفس القوميه، هو عدوي، عدو الله عدوي،
على شنو انا ادافع عنه؟ طيب. لعنه الله وانا طيب. احيي طيب شكرا احيي بنيامين نتنياهو وكل الاصحاب. نعم شكرا شكرا لك ابو عمر. طبعا قضيه مثلا معسكر امر اللي صارت قبل ايام انه المعسكر هو معسكر الشهداء تابع للواء 16 بالحشد الشعبي منطقة آمرلي بمحافظة صلاح الدين بقذيفة ألقتها طائرة مسيرة مجهولة المصدر، أدى القصف بالحصيلة اللي قالوها فورا إلى إصابة 2. وراها العقيد محمد خليل البازي من قيادة شرطة المحافظة قال لا 5 ومن ضمنهم 2 من المستشارين أو المدربين الإيرانيين. وراها مصدر أمني لصحيفة الشرق الأوسط يقول أنه هاي نتيجة عدم تقيد جماعات حشد بحركة القوات التي تديرها قيادة عمليات خاصة، مستبعدا فرضية القصف من قبل الطائرات الأمريكية أنه هي طيارة مو أمريكية، طيارة من جنسية أخرى، لأنه المنطقة مراقبة جوية من قبل التحالف الدولي لقود الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كامل لمراقبة تحركات تنظيم الدولة المسمى بين قوسين داعش. وأن الطيارة المسيرة المصدر يقول أمريكية وقد نفذت عملية القصف بالقنابل وليس برمانة هجومية مثل ادعت بعض المصادر العراقية أو كما ادعى بيان خلية الإعلام الأمني. وأن منطقة بروجلي التي يقع فيها المعسكر تعد منطقة نفوذ كاملة لعضو البرلمان التركماني التابع لمنظمة بدر مهدي تقل آمرلي، وبها أيضا كتائب حزب الله وحشد صباح الشمر العشائري من صلاح الدين وهو تابع لبدر أيضا. يعني تقرير الشرق الأوسط حكى بشكل كامل عن هاي العملية وأشار إلى نقطة معينة بعد القصف معسكر آمرلي، أنه المجلس الأمن الوطني انعقد برئاسة القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وما حكى على أي خرق للسماء العراقية وللأجواء العراقية ولا على القصف، بس حكى على مناقشة صرف مستحقات موظفي المناطق المحررة بعد إكمال التدقيق الأمني من قبل جهاز الأمن الوطني، ونسبة الإنجاز وصلت إلى 97%. زين بالنسبة لأجواءك اللي لعب بها طوبة، أريد أسأل عادل عبد المهدي أنه أنت مو تقول عندي سيادة، أنا راح أحكي وياك بلهجة العراقي اللي قاعد ببيته يقول لك يا ول خايب، انت مو تقول انا عندي سياده، سيادتك بس بالمنطقه الخضراء يعني بس باللي انت قاعد بيه انه ما حد يوصل لك وعندك تبريدك وكهربائك وميك واصلك والشعب العراقي حش السامع اللي يصير بيه خلي يصير. السياده هاي اللي انت تدافع عنها والدستور والقانون اللي قاعد تقصب وتذبح وتصلخ بحجه الدستور والسياده، شو ويا الكيان الصهيوني بلعتها، شقيت الورقة مع السيادة وعقشتها وبلعتها. عندنا اتصال أبو علي من لندن، حياك الله. السلام عليكم أخي نفل. هلا بيك أستاذ نفل. أي سيادة يتكلم عليها هذا عبد عبد المهدي؟ أي سيادة أستاذ؟ ليش هو قبل العبادي ما يدري بالمغيبين في جرف الصخر؟ اياد علاوي يقول ما نقدر نتحرك عليهم، ما نقدر نعيدهم لمناطقهم في جرف الصخر لان بيهم الحشد ما يرضى الا بامر من ايران. هذا كلام سياسي علاوي. نعم هاي وحده. يقدر يجاوبني عادل عبد المهدي رشيد فليح قائد عمليات البصره من يقول مهربين مال مخدرات من ايران ما نقدر نوقفهم، لان بالجمله ويجون عبالك جاي يجون بالعبريه يجون بالتاتات يطبون يجيبون مخدرات. هاي السياده علي من قادر، بس على ولد الخايبه، بس على اهل الموصل، بس على الفلوجه ودياله، على الناس البسطاء والفقراء. هذا اي بلد هذا استاذ افل؟ اي بلد هذا؟ وبعدين المرجعيه صار 16 سنه شنو دورها استاذ افل؟ هاي الخطبه مال الجمعه شنو قدمتها للشعب؟ تحكي باسم علي بن ابي طالب وباسم اهل البيت. ها بس يعرفون يبنون مستشفيات بمشهد والكفيل بالكربله وفرهود صاير. هو الشيخ مال الشيخ ال بزون من البصره قال فلوس الخمس اللي عند المرجعيه لو تصرف على فقراء العراق مش شلون الجنوب ما يبقى فقير. راسل ثاني يوم اختار مسلح يضربه. هذا اي بلد استاذ افل؟ احنا وين عايشين؟ هم يعني العراق ايش صار بيه؟ وين رايح العراق؟ وين رايح؟
هذا الشعب العراقي وينه وينه؟ الشعب العايش على شنو؟ الشعب العايش على ثارات واساطير قبل 1400 سنه استاذ افل. نعم. الشعوب اللي الشعوب اللي كل الشعوب مرجعيتها وطنها وعلمها. انت سامع بدول العالم اربع جيوش فيها وكلها عندها جيش واحد وعلم واحد استاذ افل. احنا بكل دربون عصابه وشايل علم. عندهم سلاح اكثر من الجيش. شلون راح يبني الوطن استاذ افل؟ من راح يبني للوطن؟ من يبني؟ يعني شن دوم نحكي؟ تحياتي. شكرا حياتي. شكرا لك ابو علي. عبد الله من العاصمه العراقيه بغداد، حياك الله يا عبد الله. السلام عليكم اخي افل. عليك السلام والرحمه والاكرام. والله اخويا بالنسبه لهذه الحكومه، هذه الحكومه لا تامل من وراء خير، هي ما جايه لحمايه الشعب العراق ولا جايه لحمايه العراق، جايه تبوك، هدفها تبوك وتدمر العراق وخلي الناس تشتعل تحتري، خلي اسرائيل تضرب العراق، خلي اي دوله تجي تضرب العراق، ما يهم، المهم هو نفسه وعائلته مأمن على نفسه بالمنطقه الخضراء وهذه. فيا اخويا وبعدين منو اللي راح يرد على هذول على هاي الطيارات الجت؟ ما عندنا دوله، ما عندنا حكومه، وما عندنا جيش، منو الجيش؟ يقوده هذا العامري لو قيس الخزعلي الكذابه لو من هو اللي هدده ونضرب ونضرب وكذب كلها ختلت من صارت الحديده حاره وحنت عليهم كلها ضمت روسها وراحوا على ولد الخايبات لو على الموصل يبوقون من عندها وينهبون لو على هالمناطق هذا ويوميا لازمينهم واحد والله هذا ارهابي وهذا كذا ودمرنا مضافه وقتلنا هذا وكله كذب كذب الله وكيلك وكل شيء ما راح يسوون. هذه حكومه تعبانه، حكومه هي اللي وافقت على التدمير هذا، هي توقعت تدمير العراق. هي نعم. موقعه اي على تدمير العراق، يعني ما حاجه احنا نسولف ولا نحكي. نعم. اي هذا شيء يعني امر منتهي. نعم. يدمر العراق عن طريقهم، والا لو اكو زلم ورجال يعني ما صار هالصار، يعني شلون واحد بيته يعني بيته ما يدافع عنه؟ هسه يجي على بيته ما يطلق له حجاره عليهم؟ حجاره قالها يعني يقول واحد سواها حجاره يطلق له عليهم. هم ابد ملتهين يبوقون وملتهين، قالوا الصدر وقال الحكيم وقال ما ادري من هو كله كذابه ودجاله ونصابه، الله وكيلك ما يسوون كل شيء للبلد. والله اذا تجي من تشاد سوريا كامله تاخذ العراق. هذا حب يصير العراق يا اخوي افل، شنو احكي لك؟ نعم. والله المستعان، بركة الله يولي علينا ناس تكون صالحه وتكون ان شاء الله ان شاء الله يا رب. شكرا لك اخ عبد الله. يعني هي القضيه وما بها، يعني مثلا هسه اكو معسكرين، يعني اللي هي معسكر الشهداء بآمرلي بمحافظه صلاح الدين ومعسكر اشرف بدياله اللي انقصفن. الحقيقه مثل ما قالوها لجنه التحقيق المركزيه المرسله من هيئه الحشد الشعبي انه اكو سبب حقيقي وراء الحادث، وهو نتيجه حريق وقود صلب نتج عن خلل داخلي، وأنه هذا الحريق ما كان لا بطائرة مسيرة ولا بصاروخ موجه ولا بقصف، وما أسفر عن وقوع لا قتلى ولا جرحى. بينما باعوا حتى بالعراق الخلايا الأمنية أو القوات الأمنية أو الجهات الأمنية ما متفقة بيناتهم يشحشون بحيث يخرطون ويخربطون بكيفهم، والشعب يضحك عليهم، لأنه أنا من سميتها مسرحية فهي مسرحية. يعني يجي واحد يقول هذا اللي صار، وخلية الإعلام الأمني الجمعة قالت لا أنه انصابوا اثنين، وراها قالت لا انصابوا خمسة عفوا بقصف من طائرة مجهولة للمعسكر بمحافظة آمرلي، وسيد عادل عبد المهدي رئيس الوزراء وجه بتشكيل لجنة تحقيق لكشف ملابسات الحادث، وأن لجنة التحقيق مكونة من مديريات الأمن والاستخبارات والصواريخ وهندسة الميدان وخبراء بالمتفجرات والطائرات المسيرة أرسلت إلى معسكر الشهداء، فيما سارعت وزارة الدفاع الأمريكية بالرد ونفي صلتها بالحادث اللي صار بمعسكر آمرلي، حتى نكتشف وراها بكم يوم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الصهيوني المعتل لفلسطين العربية
بحملته الانتخابية الجديدة يفتخر وهو يعرض على الشاشة اللي وراء وهو دي بيع بيان الانتخابي أو برنامج الانتخابي عملية قصف معسكر آمرلي، وراها معسكر أشرف انقصف بي 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 بحجم تدمير يفوق حريق أو يفوق خلل أو قنبلة يدوية أو رمانة هجومية أو طائرة مسيرة، حتى تطلع لنا اليوم يدعوت أحرنوت وتقول لا طيارة F-35 صهيونية هي اللي قصفت المعسكر. أريد أشوف شو راح يكذبون بمعسكر أشرف. عندنا اتصال أحمد من الديوانية، حياك الله. أهلا وسهلا. هلا بيك، تفضل. حول الموضوع اللي سبقت أنه الطائرات الأمريكية قصفت معسكر أمرلي. لا مو أمريكية، صهيونية. صهيونية. احنا بصورة عامة للشعب العراقي اكو حقائق مخفية عنا، فاحنا لابد ان نعرف شنو الاسباب، ما هي الاهداف. نعم. من وراء هذا القصف، وهل هو يعني مقصود الغاية انه يعني الحشد العراقي مقصود به او اطراف ثانية. نعم. الو. نعم وياك. اي تفضل. اي استاذ، يعني انت تفضل، انا يعني اطرح لك موضوع بصورة عامة، لو انت عندك سؤال تسألني انا. لا لا، انا اريد اسمع رأيك بالموضوع. انا حكيت لك الاراء كلها، الحكومة ايش قالت، لجنة التحقيق ايش قالت، الحشد ايش قال، الكيان الصهيوني ايش قال، امريكا ايش قالت. انت تمت سيادة اي 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 نقطة بالعراق سواء كانت بالشمال او بالجنوب او بالوسط، هذا تدخل داخل، واحنا نريد من الجهات المعنية الحكومية الرسمية ان تطلع بصورة مباشرة على الملا وتعلن هذا الشيء، هل هو هذا الشيء مستهدف العراق من عنده او اطراف ثانيه. زين احمد، انت كعراقي او انت كمواطن عراقي، شنو رايك لما من الجمعه لليوم معسكر امر لينقصف وكل الدنيا تقول هي قصف طائره مسيره صهيونيه، وبنيامين نتنياهو طلعها في فيديو مصوريها همينه، وهم يقولوا لك لا هذا حكي كذب، يعني شنو ردة فعلك على هاي النقطة؟ أستاذنا العزيز، هو وسائل الإعلام المحلية يعني ما طلعت هذا الخبر ونفت أنه على أساس أنه مواد صدر ومتفجرة حسب ما أعلنوا. طيب تابع الحملة الانتخاب. لا أحمد أنا ما داش ذب عليك أو غيره، تقول الطائرات اللي ضربت الليل المخازن السعودية أو مصاف النفط السعودية مسيرة منطلقة من العراق، ليش يعني هم يعني يتعاملون ويا العراق بمكيالين، يعني من جهة العراق يقولون منطلقة من العراق، بينما حكومتنا أو السياسيين يعني يحاولون. هو لحظة، من بده يتعامل بمكيالين، يعني العراق للحكومة العراقية للعالم؟ أنا أقصد الحكومة العراقية، أنا أقصد أنا من الجنبة السياسية. أنا ما باو أحمد، أنا من دا أحكي لك، أنا من دا أحكي لك، الصحف الصهيونية كلها دا تمجد البنيامين نتنياهو ما فعل بمعسكر آمرلي، وأصبح هو هذا الشعبية الكبرى إلى حملته الانتخابية الحالية. يمجدون بي ويباركون بي. إيه. لا مو انا اقول لك انه هذا حكي موجود. احنا نريد يكون احنا التالي، احنا نريد انه من جهاتنا الرسميه او مسؤولين السياسيين ان يكونون اصحاب قرار ويردون. طيب. بنفس الرد. طيب نعم، وصلت الفكره، ويا رب يسمعون منك ويكونون اصحاب قرار اذا يقدرون يكونون هم اصحاب قرار، لان ما اتوقع انهم قرارهم بيديهم ولا واحد بهم يقدر. هم أصحاب قرار. من هم؟ من هم؟ أصحاب قرار مهما يكون. العراقي لو الحكومة ما تسمي نفسها حكومة عراقية. ما نعيب كل السياسيين العراقيين، أخي الفاضل، ما نعيب كل السياسيين العراقيين، الشرفاء موجودين. تمام، شكراً لك أحمد، بس أريد أقول لك شغلة واحدة. كافة من موجود بالبرلمان وبالحكومة وبالمجالس وبالمحافظات ما يقدر يحرك برغي ببيته إذا مو أمريكا وإيران تقول له حركة. أحمد من الموصل، حياك الله يا أحمد.
السلام عليكم. عليك السلام والرحمة. محمد من الموصل، عفوا. محمد من الموصل. تفضل أخوي. الله يسلمك أخي. بالنسبة للحكومة، الحكومة العراقية اللي مدعي نفسها حكومة، نعم أي تسمعني، فذول سيادتهم، سيادتهم بس على الشعب المسكين. أما هم أتحدى واحد بيهم إذا ما يفتشوا حش السامع كلب أمريكي بالباب بالمنطقة الخضراء. وإذا عندهم سياسة حقيقية خلي يطلعون بتصريح رسمي يقولون إحنا ما انضربنا وما نتنياهو وما صرح على 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 قنوات التلفزيون وعلى الإعلام. هذول اي قول محمد. اي هذول سيادتهم على الموصل متقاسمين، الموصل الهادي العامري الايمن والعصايب الايسر، وسيادتهم انا اقول لك على بوق الحديد وعلى الدعاوي الكيديه طببوا العالم بالسجون. فهي هاي سيادتهم، اكو غير سياده ما هي. تمام، شكرا لك اخ محمد. بس انا اتوقع عادل عبد المهدي راح يطلع بتصريح جديد وراح يقول انه هاي الطائره المسيره طارت من المكسيك ونزلت بسوريا ومن سوريا جت قصفت العراق ورجعت، مثل ما قال المخدرات تجي من الارجنتين، حتى ما يحكي على بصفه. ام ازهار من بغداد حياك الله. السلام عليكم. عليك السلام والرحمه والاكرام. حييك وحيي هاي القناة العظيمة وعامليها. حياك الله. بالنسبة إلى إحنا شو نقول؟ ما عندنا سيادة، لاكو سيادة بالعراق ولا أكو أي حكم بالعراق ولا أكو أي قانون بالعراق ولا أكو أي عدالة بالعراق ولا أكو، بس المعممين اللي هم هسد يلعبون بالهاي. أما تريد عادل زوية يطلع ويقول لك هاي طيارة إسرائيلية إجت ضربتنا أو حلقت في أجواء العراق. نعم. لا ما يقولون هذول، يخفوها. ما يطلع هادي العمري أو ذاك الثاني اللي يدعي، وين الحشد مالتهم؟ وين القوة مالتهم؟ كلهم هذول كلهم جبناء، هذول جبنافون. هسا ما خايفين من إسرائيل وأمريكا اللي هي صارت ضد إيران، فتضربهم في يوم ما وتخلصنا منهم إن شاء الله يا رب. يعني إحنا لا عندنا سيادة ولا عندنا قوة ولا عندنا إرادة ولا عندنا شعب. الشعب نام بس مرة، نام ما راح يقعد. وأنا أقول يستاهل الشعب أكثر من هذا، لأنه طول ما قابل على الظلم، الظلم 16 سنة إحنا في ظلم وفي قتل ونهب والسجون وكل شيء، وصحة ماكو، دراسة ماكو، كل شيء ماكو. الشعب تمر أكثر وأكثر. نعم. أكثر من هذا. نعم. أكو ناس عندها ضمير وعندها تبكي على هذا البلد وتحب بلدها، ما صدق ما تنهار براس هالشكل. كان قائد كان ضرب إسرائيل كم ضربة، نفسهم خلاهم يركضون وماكو. من هي إسرائيل ومنو أمريكا؟ لكن تعبنا يستاهل أكثر، وأنا أشكرك. شكرا لك أم أزهار. أم عبد الله من عاصمة الرشيد حياك الله يا أم عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام والرحمة والإكرام. حيا لحضرتك وإلى قناتكم الشريفة في العراق الشريف. حياك الله. أستاذ أريد أقول للأبو عمار ولكل اللي، أنا ما أريد أقول إحنا هو حيل بيهم، بس كل المؤيدين لعمل إسرائيل إنه تقوم بعملية عملية عسكرية، يعني هذا أبدا مو لصالحنا إحنا كعراقيين، ولا لصالح سوريا ولا لصالح الدول العربية. لأن الدول العربية إذا تجي للحقيقة، ترى الدول العربية في الوقت الحاضر ما عندها أي سيادة ولا عندها صاحب قرار ولا تقدر تدافع عن شعبها ولا تدافع عن شعب الآخرين. زي كل واحد يمثل مصلحته. يعني إذا تجي إلى بارزاني، بارزان
طبعا في احضان اسرائيل ويحاول انه ينفصل ويريد تأييد من قبل اسرائيل هاي بالدرجه الاولى. بعدين عندنا مثلا استاذ الحرب هي خدعه، يعني شوف اليوم وياك باكر عليك زين، هذا اسرائيل نفس الحاله، اسرائيل وامريكا وايران ترى هم ايد وحده، فهو هم شافوا انه الغزو الامريكي دخل الى العراق. هو هذا سر سؤالي، انه ايران متعهده الشعبها وتعهدت ما يسمى الثوره الاسلاميه تحت بين كوتيشنين انه محو ما تسمى بدوله اسرائيل عن الخريطه، لعد وين هاي التهديدات؟ وين هي شعارات؟ حتى الحوثيين يصيحون الموت لامريكا الموت لاسرائيل وهم ايدينهم بيد اسرائيل. بس اقول لك هي المعركه اليوم هي معركه خدعه، انه كل واحد يضرب الثاني في سبيل مصلحه اسرائيل. هسه صارت اسرائيل مصلحتها انه ضربت السنه في العراق وقتلت الموجودين في سوريا وصارت المشاكل في اليمن، دخلوا الحوثيين، صارت بلبله بالوطن العربي كله، فكل حاكم يحاول انه طيب يكون في مكانه. استاذ بس اقول لك شيء واحد، احنا من يصير انه هاي الضربه، من صارت هذه الضربه يعني اول شيء لانه ايران سوت قواعد بالستيه للصواريخ ومنصات للاطلاق في وقت الضروره على اسرائيل، هذا كانت محضرتها. بس هو التحالف كان يراقب المناطق يشوف انه اكو، حتى نقلوها هاي الصواريخ البالستيه نقلوها عن طريق سيارات الفواكه والخضار، وخلوها في منطقه جثة الصخر ومنطقة صلاح الدين وحتى منطقة الموصل. طيب. وخلوها مناقصهم ديالة، هاي كلها ترى محضرية. إذا تسمحي لي أم عبد الله، يعني ساعة معركة. نعم. أنا شديد الأسف، يعني أعتذر منك، بس والله عندي هواية اتصالات، عذريني. الصادق من كربلاء، حياك الله يا أخ الصادق. السلام عليكم. عليك السلام والرحمة والإكرام. أخي العزيز، كل دول العالم عندها سيادة وعندها دولة وعندها قانون وعندها دستور. نعم. الوحيد الدولة العراقية نظامها ودستورها ورأس الوزراء ومجلس النواب مخربط. نعم. لأن اللي حكمونه هم أهل العمايل فقط، اللي مدمر البلد ومدمر العراق، اللي مدمر العراق هم أهل العمايل بدون استثناء. أهل العمايل هم أساس الخراب، أساس الدمار، أساس القتل، أساس النهب والسلب والهتك الأعراض، هم إنها أهل العمايل جونا بغطاء دين بلباس دين، هم وإيران وهتكوا أعراض وقتلوا وسلبوا ونهبوا باسم الدين وباسم المرجعية. تعرف أخويا صادق، تعرف أخويا صادق، ذكرتني بشغلة. أوروبا بالقرون الوسطى كانت الكنيسة هي اللي تتحكم بالملوك وتتحكم بالدول، والكاردينال هو أعلى من الملك والحاكم في أي دولة في أوروبا. اكتشفوا الأوروبيين وقالوا مقولتهم الشهيرة، إذا أرادت أوروبا أن ترتفع في مكانتها في العالم فعليها أن تفصل الدين عن السياسة، وصارت أوروبا اللي نشوفها اليوم. أمريكا من جت بال 2003 رجعت لنا العمايم. والله العظيم أنا من كربلاء، والله الكريم ما دمر البلد وما وصلنا في مرحلة غير هم أهل العمايم بدون استثناء. ولو تطلع العمايم باشر بالعشرة الصبح، إذا تطلع العمايم من برلمان بالعشرة بالليل العراق يستقر، وأنا مسؤول عن كلامي. هاي واحدة. اثنين أخوي، أنا ناشدتكم أكثر من مرة ومرتين، ناشدتكم ثلاث ابني المريض المصاب بشلل، أنا أريد علاج باسم قناتكم، اريد علاج وعمليه باسم قناتكم الشريفه، انقذوا ابني لان ابني راح يموت. انا هاي ثالث مره تصل لقناتكم، ما عندي غير الله وقناه الرافدين، خلي تكتوني خلينا يذبحوني. رقمك موجود عند الكنترول، ان شاء الله نرفعه وان شاء الله اللي نقدر عليه نسويه. انا اشكرك اخوي. شكرا لك اخوي، وربي يشفي لك ابنك يا ربي. محمد بن الموصى، حياك الله يا محمد. انقطع الاتصال يا محمد. يعني أم عبد الله قالت أنه إذا كل من يؤيد الكيان الصهيوني بضربه ويقول أنا أشهد على أزرة، هي ترد على اتصال أبو عمر من سليمانية، أول متصل كان يانا بحلقة اليوم. هي قالت مو من صالحنا هاي الضربة. أي والله يا أم عبد الله ويا أبو عمر، مو من صالحنا هاي الضربة لسبب.
لأنه هاي الضربة لما الكيان الصهيوني ضرب هاي الضربة، فأنا أريد أقول لكم إنه هي عبارة عن بالون اختبار. بالون اختبار ده تكتشف إنه هي لبنان قادرة لها على حدودها، على حدود فلسطين، مو حدود الكيان الصهيوني. ما أعترف بالكيان الصهيوني ولا بدولته ولا بشعاراته. وسوريا هي يم إيران، وهم يوميا طابين للجولان وقاصفين وحارقين وضاربين ومسوين، وبشار الأسد كل شيء ما مسوي ولا يحكي. ابتعدوا شوية طبوا للعراق، لا يردون يشوفون، لأنه هذا بالون الاختبار وصل إلى نقطة معينة. هم من عبروا إلى ديالة، يعني عبروا الفرات. فأحب أحذر العراقيين وأحذر الحكومة العراقية أنه مشروع إمبراطورية صهيون الكبرى إذا بقيتوا على هذا الحال راح يقوم من النيل إلى الفرات، لأنه مو معقولة دويلة مقتصبة إلى أرض لملوم من العالم نطوهم وعد يأخذون دولة بأي مكان تجي تقصفكم وترجعون وانتو ساكتين، مو معقولة. عندنا اتصال أبو فيصل من لندن. بلي. حياك الله. أهلا وسهلا، حياك الله أخوي. هذا بيك. المحزن المبكي، نعم، أنه مع الأسف ما يحدث بالبلد. نعم. الكلام كثير يمكن يأخذ وقت كثير، بس نبديها أنه ماكو دولة ولا أكو سلطة ولا أكو حكومة إلها سيادة كاملة على البلد، أنه ممكن تأخذ أي قرار مو بكيفها ولا تقدر تجرأ عن أي شيء. دولتين هي اللي تقرر، إيران بالدرجة الأولى لأن البلد مسلم كاملة إلى إيران، الثاني أمريكا اللي قاعدة متفرج وهي هم تطلع الأوامر. اللي أحب أقوله دائما، وأنا دائما هاي أسمحها من كان أبوي الله يرحمه، يقول لي ما عنده غيرة على بلده، ما عنده غيرة على شرفه، وهذولي ما بيهم واحد عندهم غيرة على بلدهم وعلى شرفهم وعلى ناسهم وعلى وطنهم، لأن ناس سقطت الله يرحمه راح، ما كان يجرى واحد يقدر يطير طيارة أو يطير شيء على العراق من الدول العربية الدول الغربية الدول الأجنبية، لأن كان لازم الدنيا كلها. بس مع الأسف، مع الأسف المن تلوم وأيام من تحشي المن توقف، ماكو أحد، ما يعني ماكو نفع. حلها واحد، هالشعب هذا الجبار، هذا الشعب الطيب من الشمال للجنوب من غرب الشرق لازم يثور. وأنا خابرت قبل كم يوم، ما أعتقد الشعب العراقي ما عنده شجاعة مثل الشعب المصري أو السوداني. إحنا يضرب بنا المثل. طيب اتمنى انه هاي الصيده لو ما لها حل، هاي ضربونا وكلش راح يصير، كلش ما راح يصير. صحيح صحيح، ما راح يغير شيء. انا اعتذر منك ابو فيصل، الكلام كثير مثل ما قلت لكن الوقت ضيق. اخ محمد عندي دقيقه واحده، تفضل محمد من الموصل. السلام عليكم. عليك السلام والرحمه والاكرام، احييك واحيي قناتكم الكريمه اذاعه بطل. حياك الله أخي الكريم. أنا أوافق آخر متصل اللي قبلي كل ما أتلى من كلام. نعم. وهذه حكومتنا بجميع أصنافها بجميع برلمانها، هذا لهم قتالة المجتمع، والآن هم استصاروا في منصب الحكمة. فصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما قال عليه الصلاة والسلام ويتكلم فيكم الرويضفة، فقال يا رسول الله ما الرويضفة؟ قالت تافه، هؤلاء تافهون. نعم نعم أخ محمد، أنا أعتذر منك وأشكرك، كنت أنت مسك الختام في حلقة اليوم وليس في كل يوم. بالنسبة لواتساب عندي رسالة تقول أستاذ أفل، هو العراق ليش عنده سيادة البلد تحكم إيران وأمريكا؟ عذرا رسالتي لا تخص الموضوع، الموضوع لاحقا عرفته. الموصل
مسرح لكل التصفيات الدولية بإشراف كافة الطاقم الخضراء سياسة المسرح العراقي أبو حاتم من الموصل. أيضا السلام عليكم أخي الفاضل، أضع بين أيديكم معاناة وشكوى، نحن أصحاب العقود المفسوخة لوزارة الكهرباء وباقي الوزارات، تم فسخ عقودنا لأسباب أمنية وأخرى عشائرية، إن شاء الله نتحدث عنها وتدازلنا إعادة تعاقد. من الإمارات تحية لك أخي أفل ولصوت الحق الناطق باسم العراقيين. المسرحية التي تديرها أمريكا وأبطالها الكومبارس الحكومات التابعة لجارة سوء إيران هي مسرحية مصالح وأطماع ونفوذ في العراق والمنطقة من خلال أجندة تواطؤ منذ 2003، وللآن كل منهم يسعى لجر العراق. أخ أفل، نسى الشعب العراقي شلون العراق ضرب إسرائيل ب 39 صاروخ، خلق الرعب في الكيان الصهيوني لأن كان القائد شجاع، والآن العراق صار حير رخيص ومكفخة. تقول راحت رجال الحامش السماقي وظلت رجال بالعصا تنساقي، للأسف يا وطن. أنا محمد من الموصل، أنقذوا سجناء الموصل. وعندي رسالة أخيرة، السلام عليكم، من الأخير أجيكم وما زال الأخ ده يكتب، أعتذر منك ما راح أقدر أقراها. القضية وما بيها، هو قال إيران مسيطرة يعني خصمها، القضية وما بيها أنه عندنا ما يسمون نفسهم حكومة وسياسيين، يقولون أنه إحنا عندنا سيادة، يقولون أنه إحنا ندافع عن دستور وعن قانون هم كتبوه بكيفهم بأملاء بريمر وأمريكا. وأريد أقول شغلة واحدة، أنه اللي دا يصير بالعراق ترى يخوف، واللي دا يصير بالعراق مو زين، ويجب أنه الشعب العراقي يخلي كلمة مثل ما جوي الشيوخ العشائر والعراقي بالمقوار بثورة الـ20 خلى كلمة للإنجليز. نلتقيكم على خير يوم غد، إلى اللقاء.